السلام عليكم، معكم مطين عواج، موقع مدينة الدار البيضاء، حد النشطاء، حركة 20 فبراير. كنطالبوا بإطلاق سراح سليمان الرسولي الصحفي الحر، وكذلك الصحفي الحر عمر الراضي، المضربين عن الطعام بسجن الدل والعار عكاشة، أنقذوا حياتهم قبل فوات الأوان. وكنطالبوا المعنيين بالأمر يتحملوا المسؤولية إلا طرات شي حاجة لسليمان الرسولي وعمر الراضي، والحرية لكافة المعتقلين السياسيين في وطننا الجريح. بركة من الصمت، أنقذوا حياة المضربين عن الطعام.